بكم مجددا والى التفاصيل. قرر كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الغاء المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار البدري للحفاظ على النظام وعلى سلامه اللاعبين والجماهير بعد التدفق الجماهيري الكبير والذي ملأ المدرجات وارضيه الملعب. وكان خمسة من جماهير الأهلي قد تعرضوا لإصابات خلال تواجدهم في الملعب لمؤازرة الفريق قبل لقاء الوداد المغربي، ونجح الجهاز الطبي ورجال الإسعاف المتواجدة بالنادي في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين. متواجد في مدرجات ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة على رفع لافتة لمؤازرة حسام البدري بعد أن تعرضت ابنته لحادث قبل مباراة الوداد المغربي الأخيرة. ورفع الجمهور لافتة كبيرة عليها عبارة زين البدري سلامتك قبل أن يردد هتافا مؤازرا للمدير الفني للأهلي لإصابة ابنته زينة.